صباح الخير عليكم، صباحكم ربي بالخير ان شاء الله. اضل معكم احمد بن عزيز. اليوم نروحوا مع كتاب جديد، مع اوتور جديد، نخليكم تكتشفوا هذا ولكن بعد لانترو. فوالا جلست لانترو بدون اطالة، نروحوا ديرك نعطيكم الكتاب باش ما تجيش الفيديو طويله باذن الله. اليوم راح نحكيوا على الكتاب تاع مالك بن نبي، اسمه لو بروبليم دي زيدي دون لو موند مسلمون، يعني مشكل الافكار في العالم الاسلامي. الكتاب حنقسموه كما العاده على 3 بارتي. لا بارتي الاولى هي تعريف الكاتب، ثانيا هي عليه واش يحكي الكتاب جلوبالمون، ثالثا نحكيوا الافكار العامه تاع الكتاب. نعطيكوا ديريكت البريزونطاسيون تاع لوتور. مالك بن نبي هو كاتب ومفكر جزائري، تولد في 1 جونفي 1905 بقسنطينة، وتوفي في 31 أكتوبر 1973. كل أعماله كانت على الحضارات عامة والحضارة الإسلامية خاصة. متزوج بفرنسية دخلت للإسلام وسمت روحها خديجة. أول كتاب تنعرف به هو كتاب الظاهرة القرآنية، لو فينومين كورانيك نورمالمون، اللي تنشر في 1946. في 1963 دخل إلى الجزائر، باسكو كان في فرنسا ومن بعد راح لمصر، دخل إلى الجزائر واستقر في الجزائر وتم تعيينه كمدير التعليم العالي. في 1967 استقال من المهام ديالو وكرس كاع وقته في دراسة العمل الثقافي والحضاري. الجزء الثاني اللي هو علمني احكي الكتاب. الكتاب يحكي على مشاكل الأفكار البسيكولوجي وأخطارها على المعاملات الفردية والمجتمعية، يعني المعاملات بين الإنسان بين الإنسان وحد آخر والمجتمع عامة، ما بين المجتمعات إلى آخر. يحكي على مراحل تكوين الحضارات وإسقاطها في العالم الإسلامي آنذاك. يحكي عن أهمية تواجد الأفكار بغض النظر عن تواجد الأشياء، يعني الأفكار والأشياء لو كان قارنوهم الأشياء ما يمشوش بلا أفكار، بلا أفكار ما تكونش حضارة وما تكون أي شيء. المرحلة الثالثة هي المراحل تاع الكتاب والأفكار العامة ديالي. أولا يحكي على كيفاش نعمرو لو فيد كوسميك تاعنا، يعني الفراغ الكوني. كاين طريقتين، كاين عباد اللي يعمروا الأشياء تاعهم بصناعة الأشياء وبالماتريال، كاين عباد يعمروا الوقت ديالهم بالأفكار. أعطى مثال على هذا على الكاتب ديفوي اللي كتب رواية روبنسون فوزوي. والمثال الثاني على كتاب لابن الطفيل تاع حي بن يقظان. الاثنين يتشابهوا في الوضعية، ولكن روبنسون فوزوي كان يعمر وقته بصناعة الأشياء وكان يخدم طابلة ويخدم ليزوتي اكسيتيرا، وحي بن يقظان كان يتأمل في السماء، يعني كان عنده طابع روحي يعني في إملاء الفراغ ديالو. اسقط هاد المثالين على الواقع الحالي. روبنسون فوزوي هو العالم الغربي، لي بي اوكسيدونتال، اوروبا وامريكا الى اخره، يعني هما يسباز على الماتيريال في وقتنا الحالي. والعالم الاسلامي مثلو بحي بن يقظان اللي هو شغل تايه في الاشياء الفلسفيه والاشياء الروحيه والدينيه. ولكن المشكل هنا هي انه روبنسون فوزوي وحي بن يقظان، يعني الدول والبلدان الاسلاميه والدول الغربيه، سي سون دو فاسيت دون ميم موني كما يقولوا، يعني لي دو اكستريم. انسان ما يقدر يكون متمسك غير بالاشياء وينسى الافكار والاشياء الروحيه، وما يقدرش يكون متمسك بالاشياء الروحيه وينسى كاع اللي زوتي والاشياء. ومالك بن نبي يختم هذا الشابيتر اسلام ما يحدش غير على القول الحسن، يقول لك قول حسن والعامل تانيك معه، يعني الانسان قول القول الحسن، حب الخير ويكون انسان روحي وفلسفي كما يقولوا ذات ديالو، ولكن مع ذلك ما ينساش يخدم وينتج الى اخره. النقطه الثانيه، واحد الانسان معروف قال ان الحضاره سي لو برودوي دون ايدي فوندامونتال كي امبريم ا اون سوسيتي بري سيفيليزي لا بوسي كي لا في رونتري دون ليستوار. الحضاره هي نتيجه لفكره اساسيه للمجتمع القبل المتحضر التي تدفعه للدخول الى التاريخ. والحضاره تمر بعده مراحل باش تكون، هي لاج دو ليسبري، لاج دو لا ريزون، اي لاج دو لانستا، يعني بالعربيه عصر الروح، عصر العقل، وعصر الغريزه. راهو مبين في الشكل هدايا اللي راهو يكون في الكتاب، تلقاوه في الكتاب. تطلع لاج دو ليسبري الحضاره تتقدم الى اخره، ومن بعد لاج دو لا ريزون الانسان يكون
متمكن من الامكانيات تاعو ويقدر يدير اشياء كبيره في الحضاره تاعو. ومن بعد 10 دولار يعني الغريزه تبدا الحضاره تدهور الى غايه الانعدام و لا ديسباريسيون. النقطه الثالثه الطاقه الحيويه والافكار. مالك بن نبي يقول عندنا طاقه حيويه، لو كان نطقولها عنان يعني الحريه راح ديباسي لي ليميت يعني فوق المحدود واش يقدر يتقبله الانسان، ولو كان نكبتوها يعني نكموها عندنا وما نطلقوا منها والو راح يكون مشكل كبير وراح يكون كسل في الحضاره وتكوين الحضاره. يعني لازم تلقى له جوست ميديو كما يقولوا، مركز التوازن ولا نقطه التوازن ما بين الحضاره اللي ما تطلقلهاش العنان باش تفوت الحدود ديالها وما تحكمهاش باش ما دير والو في حياتك. لانه لو كان تحكم لي دوز اكستريم ماش حيكون حضاره وماش حتكون الحضاره. لو كان نطلقوا لها عنان راح يكون قانون الغابه، قانون الاختيار البيولوجي يعني لا سيليكسيون بيولوجيك، يعني بقول اخر راح يكون البقاء للاقوى وليس للافضل. النقطه الرابعه يقول الكاتب ان كل شيء يقوم على فكره مقدسه راح يعطي نتيجه ايجابيه ولو بعد حين، وكل شيء من مبني على اشياء غير مقدسه راح يتلاشى وراح يديسبارا مع الوقت وراح يكون فيه خلل كبير وراح يكري بدعه ينغزي يعني ولو بعد حين. النقطه الخامسه هي الافكار المطبوعه والتعبيريه لي زيدي امبريمي اي اكسبريمي. يقول الكاتب ان لي زيدي امبريمي تاعنا تاع المجتمع المسلم ولا البلدان المسلمه فيه دي زاركيتيب يعني نماذج اصليه، وكل ما يتدنى الحضاره وكل ما تتقدم الحضاره ديالنا رانا نتخلاو على النماذج الاصليه يعني اللي داخلين في العادات والتقاليد ولي برانسيب بوكو بلوس ماشي العادات والتقاليد. وكل ما نزيدو نافونسيو في هذا المنوال راه يكبر المشكل. ويقول ان الامه الاسلاميه راح تدفع الثمن تخلينا على هذه النماذج. النقطه السادسه مالك بن نبي في هذا الكتاب يدينونس لا ميثودولوجي تاع لي زانتيليكتويل مسلمون اللي ما قدروش يبنيو ان سيستم داناليز اي دي كريتيك بالطبع يعني سوف دون ان سونس ابولوجيتيك مي اون فالور الاسلام. واش معناتها هذه الجمله؟ ايج طريقه التفكير للمفكرين المسلمين لانه خادمين سيستم داناليز تاع لا كريتيك اللي دائما يدافعوا بها الاسلام كانه الاسلام او متهم، وفي وقت ما يخموا عفايس واحد اخرين اللي ديفلوبيو بهم الاسلام يقعدوا غير في الديسكور فيكتيمير دائما احنا مظلومين والاسلام محقور الى اخره. الوغ لو كان يفرغوا الطاقه ديالهم في اشياء اخرى ويخدموا اشياء اخرى ويديفلوبيو اشياء اخرى راح تتقدم الحضاره ديالنا وراح نكونوا افضل بكثير من الحال اللي رانا فيه الان. النقطه السابعه هي الافكار والحركه المجتمعيه. يقول الكاتب ان سوفي با دو دير وي pour avoir raison، يعني ما يكفيش انك تقول نعم باش يكون عندك الحق، لازم ديفلوبي ولازم تخرج اشياء اخرى اللي راح تقنع لانتيرلوكوتور ديالك. يقول الكاتب انه afin que l'idée musulmane soit acceptée par le monde pragmatique contemporain il faut qu'elle assure le pain quotidien pour tout le monde. لازم لو سيستم مسلمون يقدر يوفر قوت العيش اليومي لجميع مواطنيه. وعطى مثال على الليلوزيونيست يعني الانسان كما نقولوا حنايا السحار اللي عنده خفه اليد. الليلوزيونيست على باله كيكون مقابل البوبليك على باله بلي هذه الاشياء اللي يتوقع قدام عينه ماشي صح على باله، ولكن خفه اليد ديالو وتلمو يعرف تخمام تاع البوبليك ديالو يقدر يبلو فيهم اشاك فو ويقدر يعملها لهم. هذا هو الاستعمار. الاستعمار دائما تلمو يعرف الشعب المستعمر دائما يحارب الافكار يقطع الافكار. الكولونيزاتور تو دي مجاهدين ماهوش يقتل في الاشخاص ويقتل في الافكار. لهذا دائما من 1830 حنايا باصينا باسكو تسياو يطمسوا الشخصيه ديالنا الاسلاميه والعربيه والتقاليد ديالنا، ولكن حنا ريزيستينا والحمد لله جبنا الاستقلال. كاين بلدان واحد اخرين وين ما قدروش يكونسيرفيو الثقافه ديالهم ما قدروش يكونسيرفيو التقاليد ولي برانسيب ديالهم قعدوا لحد الان مستعمرين. الفكره الثامنه هي الافكار والسياسه. يقول كارل فون كلوزفيتس لا غير اي لا كونتينيتي دو بوليتيك افيك دوتر مويان، يعني الحرب هي تكمله السياسه بطرق اخرى. كارل فون كلوزفيتس هذايا كان انسان اوفيسي جينيرال اي تيوريسيان ميليتير، كان يكتب كتب تاع لي فورماسيون ميليتير. ويقول مالك بن نبي ان السياسي لا يكفي ان يكون عنده النزاهه ولكن لازم تكون عنده البراعه. احنا بسلامتنا عندهم في بلاصه زياده عن النزاهه، عندهم صحه الوجه يعني ما شاء الله، وبالنسبه على البراعه عندهم براعه اخرى يعني في الكذب والنفاق الى اخره. اراكم على بالكم. الفكره التاسعه هي البيلانغيسم يعني ازدواجيه اللغه. ازدواجيه اللغه هي فاكهه للمستعمر، يعني
حاجه مليحه ليه وماشي مليحه علينا، ولكن حنايا بالنسبه للفرنسيه راهي لصقت فينا ولا جزء من الميكانيزمات تاع العقل تاعنا. تسمى صعيبه بزاف باش اونسي ديباغاس منها. وتشوفوا زوج كلمات عربيه طب تدخل وحده فرنسي. هو شيء على بالي قلت لكم مقبل، الافكار هم اهم من الاشياء. يعني كان الاستعمار كان كباب يسرق لنا اشياء كبيره نعاود نخدموهم، ولكن اذا دنا الافكار واذا لصقنا افكاره راح صعيب علينا بزاف على مر العصور باش نغيروا هاد الافكار وباش نغيروا هاد الميكانيزمات، لانه استعملوا لنا دي زابليكاسيون كما قلنا في الحلقه اللي فاتت على الكتاب تاع ادريس ابركان. استعملوا لنا دي زابليكاسيون يلفو ديزانستاليهم، ولكن باش ديزانستاليهم لازم لك وقت كبير ولازم لك مجهود، ولكن سي فوزا. يقول الكاتب ان الفكره الميته يعني لي زيدي مورت اي لي زيدي مورتيل، الفكره الميته مورت هي اللي تجلب لنا الفكره المميته. بعجاله نفهمكم واش معناتها. انت تكون عندك فكره ايجابيه في جميع النواحي، ومع الوقت يا اما انت تبرديها ولا يبرديوها لك كما اعطينا حاله المستعمر. في هذا الوقت حيبقى فراغ في الروح ديالك وحيبقى فراغ في الذات ديالك، يعني لازم تكومبليه ولازم تعمره. هذاك الفراغ جينيرالمون حنا نروحو نبيوشيو في الافكار اللي ما تساعدناش وما توالمناش اللي مع الدين تاعنا واللي مع التقاليد تاعنا. ومع مرور الاجيال نلقاو اشياء مهروده يكونوا ظواهر وافات اجتماعيه كبيره، وهذوما كيفاش بداو بفكره ميته اللي تمحات ودخلت في بلاصتها فكره مميته اللي جبناها من عالم اخر. ولازم في الثقافه تاعنا لازم تكون مغروسه فينا باش ما يصراولناش موت الافكار باش ما نستبدلوهمش بافكار اخرى. كما يقول ادوار ايغيو، لا كولتور سي سو كي ريست لوسكون ا توت اوبليي. الثقافه هي واش يقعد عندما الانسان ينسى كلش. هذا الشر، واحد يكون عنده الزهايمر بصح يكون عنده العادات ديالو يولي يديرهم، ما قلت ما يعرفش الانسان ما يعرفش خوه ما يعرفش بابه، ولكن دائما يقعد يدير هذوك العادات لانهم ميكانيزمات و دي زابليكاسيون اللي تصطالوا في المخ ما يقدرش ينحيهم الانسان. لازم نديرو هكذا مع الافكار تاعنا، لازم نديرو هكذا مع الاشياء اللي لازم تقعد في المجتمعات تاعنا. لحقنا لنهايه الكتاب كلوتيريو الفيديو، نديرو خلاصه للكتاب. النقطه الاولى هي ان العالم الاسلامي الحالي يعاني من انعكاسات للافكار الميته اللي حكينا عليهم من قبل، اللي تبدلوا بافكار مميته من قبل، واللي هما سقوط المدرسي لا ديكادونس سكولير، عندكم العطاله لينيرسي، اللامبالاه هي لاباتي، عدم القدره اللي هي لامبويسونس على اشياء كبيره، على التفكير، عدم القدره على التصنيع، عدم القدره على تربيه الجيل الصاعد. عندنا اون امبويسونس انورم في بلادنا اللي راح تكون بلادنا خاصة وجينيرالمون سي العالم الإسلامي عامة. الخامس اللي هي كلمة لا كولونيزابيليتي، هي كلمة اللي تنعرف بها في كتابه الظاهرة القرآنية، يعني يقول يفهمك باللي باش يستعمرك بلاد ما يقدرش يستعمرك هكذا، لازم أنت تكون مستعمر. وكان ما تكونش مستعمر ما يقدرش يستعمرك، كيما الكاس كيما يكونش فارغ ما تقدرش تعمره. حنا اوني ابت ا اتر كولونيزي، دائما الانسان اللي يكون قابل باش يصرى له حاجه راح تصرى له. لو كان كنا مجتمع متماسك مع الاول وقوي عسكريا وقوي في المعتقدات تاعنا ماش حيستعمرونا، ولكن فيكو اوني تي كولونيزابل الوغ اون اي تي كولونيزي. النقطه الثانيه هي يقول الكاتب انه اون نو في با ليستوار اون امبواتون لو با ا دوتر دون تو لي سونتي باتو mais en ouvrant de nouveaux sentiers. يعني قلنا هنايا بالكاتب باللي ما لازمش نتبعوا دائما الطرقان الجبليه اللي اكتشفوها الاجداد تاعنا، لازم حنا نكتشفوا طرقان جدد، لازم نكتشفوا اشياء جدد، لازم نقوموا بطريقه مشي مغايره لطريقه المشي اللي كانوا عليها، بلك طريقه المشي اللي اكتشفوها هما ما يشتوالي منها في هذا العصر الى اخره. يعني ما نقعدوش نبكوا على الاطلال ودائما نقولوا نقعدوا كما قعدوا جدادنا، لازم نديفلوبيو ونكبروا في عقلنا وفي ارواحنا ونقوموا باكتشاف اشياء جديده. اذا لحقنا لا فان لا فيديو، نتمنى تكون عجبتكم الفيديو ان شاء الله. ما تنسوش تدعمونا بان بوس بلو، ابونيو لاشين باش يلحقكم جديد، وما تنسوش تبارطاجيو باش تعمل فائده يعني. وما تنسوش كما قلت لكم تخلوا لي ارائكم داخل تحت في لي كومونتير، واش عجبكم واش ما عجبكمش الى اخره، باش نسيو نطوروا المحتوى تاعنا باذن الله. ما بقى لي غير نخليكم في امان الله وحفظه. السلام.